مرحبا، معكم الدكتورة تالا جلاجل، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. حابين نحكي اليوم عن أسباب حساسية الجلد المفاجئة. تظهر حساسية الجلد على شكل طفح جلدي أحمر اللون. قد يكون هذا الطفح سطحي أو مرتفع قليلا عن سطح الجلد، وفي بعض الأحيان يصاحبه حكة شديدة، وأيضا قد يصاحبه ظهور قشور على الجلد. بدنا نحكي عن أهم أسباب هاي الحساسية. أكثر الأسباب شيوعاً هو استعمال العطور والروائح الكيماوية الموجودة، بتكون بالشامبوهات والكريمات ومستحضرات التجميل لاحتوائها على مواد كيماوية بتكون موجودة بنسب غير مدروسة، بتؤدي إلى حدوث تحسس معين بالجلد. ومن الأسباب أيضاً المجوهرات، لأن المجوهرات تحتوي على معادن مختلفة، وأهم معدن بيعمل تحسس بالجلد هو معدن النيكل. هذا المعدن موجود، غير عن وجوده بالمجوهرات، موجود أيضاً في إكسسوارات تانية مثل سحابات الملابس بالإضافة للأحزمة. أيضاً صبغة الشعر بتحتوي على مادة اسمها البي بي دي، بتعمل التهاب جلد تماسي أو ما يعرف بالأكزيما التلامسية، لأنه هاي المادة هي بتعمل هذا النوع من أنواع الإكزيما. بالإضافة لحنة الشعر، الحنة اللي بيكون لونها أسود خصوصا عند استعمالها لتلوين الشعر أو عند استخدامها لتزيين الساقين والقدمين. أيضا الحساسية قد تظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس، فبعض الأشخاص ممكن أن يكون في عندهم حساسية ضوئية بتحسسوا نتيجة تعرضهم المستمر والمباشر لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهر والعصر. أيضاً طلاء الأظافر ممكن أنه يعمل تحسس، خصوصاً إذا ما كان كتير جاف. ممكن كمان عند ملامسة الإيدين لمنطقة العين ممكن أنه يصير فيه تحسس في منطقة الجفن حول العين. وأيضاً الكفات الطبية لاحتوائها على مادة اللاتكس أو الباودر، خصوصاً طبعاً عند الكادر الطبي والتمريضي وأيضاً ربات المنازل. وآخر إشي المستحضرات التجميلية، لأنها بتحتوي على مواد حافظة، غير عن برضو احتوائها على مواد عطرية حكينا عنها من قبل. وخاصة المستحضرات التجميلية، بدي أرجع أعيد وأكرر، أنها بتحتوي على مواد بنسب غير مدروسة، فهذا الإشي كتير ممكن أنه يضرنا ويأذينا. شكرا لكم، بتمنى لكم الصحة دائماً.